أسعد الله مساءكم بكل خير، نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أحزابا لم يسمها بخرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، فيما حذر من إيحاءات الحديث عن فراغ دستوري أو عرقلة قانون المحكمة الاتحادية بنفوذ سياسي. وأكد زيدان أن سيادة القانون واستقلال القضاء هو العمود الأساس الذي يرتكز عليه بناء الدولة المحترمة، لذا نرى من الواجب إزاء هذه النصوص القانونية الأخذ بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى في الاعتبار عند تشريع قانون المحكمة الاتحادية وترشيح قضاة تتوفر فيهم الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة، داعيا المشرعين إلى أن يفكروا أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وأن يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون، وهو الشعار الذي طالما يدعون إليه حفاظا على ما تبقى من مؤسسات الدولة.